لأن الآن بدأت الأمور محسومة بالساعات في تلك الليلة. خرجت بعض المظاهرات في شارع بورقيبة، وصل التلفزيون التونسي كان ينقل هذه مظاهر ما ذكر في حينها بأنه فرحة شعبية. سامحني، بحيث خير من الرجيم اللي يحب ينقص في الوزن يمسك وزير داخلية، يمسك وزير داخلية، يمسك وزير داخلية في تونس في تونس في ظروف كما هذه. نرجع للأمور، يعني يوم 14 يوم 14 الساعة 7 صباحا كانت هناك أمام وزارة الداخلية كاميرا العربية، كانت موجودة، كانت كاميرا أيضا لقناة أجنبية، كانت هناك راضية النصراوي، نعم، وكان هناك جلول عزونة، جلول عزونة اللي نعرفه، يحملون صور، وراضية كانت تطالب بإطلاق سراح زوجها. شاهدت سيارة وزير الداخلية أمام مبنى الوزارة، نعم، كان هناك عدد محدود من أعوان الأمن أمام باب الوزارة. كنت أنت بالداخل، ماذا كنت تصنع في ذاك اليوم؟ كنت في الوزارة، لأنه أنا كنت باكرا، أتيت باكرا للوزارة وعلمت، قالوا لي رأوا ثم راضية النصراوي ومعها جلول عزونة، اللي جلول عزونة نعرفه لأنه كان يدرس بالمدرسة الوطنية للمهندسين، ونعرف اللي عنده الحقيقة رجل وطني و يعني يناظر من أجل أفكاره، وكان دائما الحقيقة يدافع على أفكاره في سبيل مزيد الحريات والديمقراطية وكذا. راضي نصراوي ما نعرفهاش الحقيقة شخصيا، ولكن نقدر مواقفها كيف كيف. أنا دائما كما قلت لك نقدر الناس اللي عندهم قناعات واللي دافعوا على هذه القناعات واللي تعذبوا من أجل هذه القناعات. هل شعرت أنهم يريدون أن يضعوا خطاب الرئيس في تلك الليلة على المحك، وأن يضعوك أنت كوزير داخلية أمام مواجهة هذه الوعود التي وعد بها بن علي في ذاك اليوم؟ حبيت فقط للتعريج، معناته احترامي لكل الناس اللي عندهم قناعات بدون بالضرورة ما نشطرهم معناته أفكارهم، ولكن أحترم من الناس هذه. عاد بعثت لها المدير الشؤون السياسية وكذلك المسؤول عن حقوق الإنسان في الوزارة، قلت لهم تقبلوها وتفرحوا بها وتقولوا لها إن شاء الله ما ثم كان الخير، لأنه كان النية كانت في إطلاق سراح السيد حمد همامي. أنا في قناعتي هي رفضت، قالت أنا باش نبقى ما نطلعش. فبعد أصبحت جموع أمام الوزارة، وأنت كنت وما كنت موجود يعني في ذلك. طلبني بن علي، قال لي شو الوضع؟ قلت له رأي جات راضية النصراوي وتحب يعني إطلاق سراح زوجها حمى الهمام، وأنا قناعتي في إطار تهدية الأجواء ونظرا للظروف ضروري إطلاق سبيله في نفس اليوم. قال لي لا، هذا إنسان قام بأشياء وكذا وعندنا ما أخذ عليه وما نجم نطلقوه إلا ب إلا 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 ما يقع التفاوض معه. ثم تفاوض، كلمت الوزير الأول، قلت له سي محمد رأو أنا رأي سي حمد همامي يلزم اليوم يقع إطلاق سراحه، وراني عازم إطلاق سراحه اليوم، ورأو الرئيس بن علي ماهوش موافق على واحد. قال لي أنا نوافق رأيك حقا الحق، وتم فعلا إطلاق حمد همامي، وهذا ما قلته لبعض الأخوة دون موافقة بن علي. دون موافقة بن علي يوم 14. يوم 14 هل كان للتهدئة الآن؟ نحن نتحدث مع مرور الوقت، بدأت الجموع، بدأ الآلاف يتدفقون أمام وزارة الداخلية. بدأ نعم، وكان فيه الحقيقة هيجان، معناتها برشا خوف من عديد الأطراف أمام التضخم المتواصل لعدد المتجمعين. وكانت قناعتي، وهذه قناعتي يعني وتحمل مسؤوليتي في هذا، أنا أعتبر أن كل تونسي له الحق في أن يتظاهر بصفة سلمية إذا كان ما فيش مساس بممتلكات الأشخاص أو الممتلكات العامة فله الحق في ذلك. وهذا ما كان تقريبا، يعني كنا شهودا، كانت الكاميرات حاضرة طيلة هذه الساعات، ولكن العدد بدأ يزداد. ما الذي حصل حتى حصلت هذه المواجهات؟ هل ثمة من أعطى أمر لقوات الأمن أو قوات مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين؟ معناتها إجابة لسؤالك، نحب ناخذ سيناريو، نتخيلوا سيناريو، نفرض أنه في ذلك اليوم الحقيقة بعد التحق بالجنرال عمار
لأنه الرئيس وقتها بن علي طلب مني، قال لي راه كلفت جنرال عمار باش يتولى التنسيق بين هو قائد قوات أركان الجيش البري، قوات الأمن الداخلي، يعني من شرطة، من حرس، من حماية مدنية، إضافة لمهام ولا محالة العسكرية. وقلت له مرحبا به، وأتى إلى الوزارة، ولمحالة تحمل هذه المسؤولية. واكتشفت فيه الحقيقة الرجل الوطني الغيور على تونس، رجل يعني متحلي بكل أخلاقيات النظام الجمهوري، ضد استعمال العنف، وهذا نشاطر فيه الرأي أنا وياه. ومنذ ذلك الوقت أصبحنا ننسق معا في كل ما له علاقة بالأمن في تونس، حتى خرجت غادرت الوزارة يوم 27 جانفي، بحيث كانت المدة هذه. خلاص القول أنه يوم 12 في المساء أتيت إلى الوزارة، ما نعرف منها حتى شيء الوزارة هذه، يوم 13 في الصباح في مجلس النواب، في العشية في مجلس المستشارين، ومنذ يوم 14 إلى يوم 27 التنسيق كامل مع جنرال عمار. اللي نبقى يوم 14 الآن أنتم في وزارة الداخلية، هناك قاعدة عمليات، فيها الجنرال عمار، فيها وزير الداخلية، فيها قادة الأمن. ثمة طرف تدخل، هل لاحظت وجود إرباك أو ارتباك داخل الأجهزة الأمنية في ذاك الوقت؟ تم تشنج. ونحب اللي حبيت نقول لك فرضية نفرض اليوم 14 تم تفريق المظاهرة اللي هي مدة 5 ساعات تقريبا، والناس يتظاهرون بكل هدوء، بدون تدخل من أي عنصر من عناصر الأمن في المدة هذيك. تصور وقع التشتيت بالقوة واستعمال الذخيرة الحية وسالة الدماء، ثم يوم 15 يوم 16 تم فتح أبواب السجون، بعض السجون من قبل أطراف، وخرج من هذه السجون ما لا يقل عن 11,000 عنصر كان مسجون لأسباب لقيامه بانحرافات. ومن بعد نلقاه في بعض منازل كميات هائلة من الأموال. ثم سنصل، هل لمستم فقط سيد أحمد هذا الكلام للتدليل على أهمية يوم 14؟ حتى نشرح أيضا ما حصل في يوم 14. هل لمستم يوم 14 وجود شيء يحاكوا في الخفاء، يحاكوا بليل، ربما على خلاف المشهد الذي يشاهده كل العالم وهو مظاهرة شارع بورقيبة؟ هو الحقيقة إن شاء الله الأبحاث تبرز عديد الأشياء في هذا الاتجاه، ونخلوا الأمور تأخذ مجراها. ولكن أنا أقول إذا من ألطاف الله أنه يوم 14 ما سالش الدم في تونس، لأنه إذا كان سال الدم في شارع بورقيبة كانت فيه حسب ربما شيء، احنا نقول الأشياء اللي هي موجودة، هذوما ناس منحرفين خرجوا من السجون، أموال موجودة عند بعض ناس، أسلحة موجودة في منازل معينة، شو باش يعطي؟ هذا يتاخذ منحرف وتزيد تعطيه المال وتعطيه السلاح، يعني انتشار العنف على نطاق واحد، انتشار العنف، وتكون لا قدر الله تونس قد دخلت في حرب أهلية، وهذا ما كان يخيفنا جدا، يعني الخوف الكبير هو هذا. فحينئذ طيب نصل الآن، لأنه الوقت، حتى نقدم أكثر ربما صورة وحتى نستفيد من هذه المقابلة الخاصة معكم أستاذ أحمد. نتحدث الآن كيف بلغكم نبأ هروب الرئيس السابق سين العابدين بن علي وأنت في وزارة الداخلية؟ أعتقد أنك لم تغادر الوزارة حتى الساعة 5 في ذاك اليوم. نعم، هو في الحقيقة برشا ناس تتساءل كيفاش وزير الداخلية ما يعرفش الرئيس غادر. رأوا في النظام كان فيه أمن رئاسي مستقل تماما عن الداخلية. نعم، هذا بمقتضى قانون. هذا علاش وقت اللي في الحكومة الوقتية الأولى أردنا إدماج بالحقيقة كيف باتفاق مع كل الأطراف، أنه إدماج الأمن الرئاسي ضمن وزارة الداخلية كما كان عليه الشأن قبل نوفمبر 87. ولكن كان فيه قانون يفصل بين، ولذا احنا عيننا نفس المدير العام في الأمن الرئاسي سي توفيق الدبابي، و
بعد عيناه على رأس الأمن العمومي بحيث نفس المدير العام، لأن إرجاع الأمن الرئاسي إلى الداخلية يقتضي، يعني الرئاسة كان لها جهاز أمنها الخاص، كان لها مطارها الخاص، نعم، كانت لها طائراتها الخاصة، نعم، كانت نعم كل شيء كان خاص، نعم، بحيث كان جهاز خاص بالأمن الرئاسي وكذا، بحيث وزير الداخلية مش بالضرورة يعرف اللي الرئيس انتقل أو خرج أو كذا. أنا سمعت بالهروب الرئيس هروب بن علي يوم بعد امتطاط الطائرة وخرج، بعد وأنت وزير الداخلية، وأنا وزير الداخلية. طيب هل كانت هناك مخاوف؟ البعض يتحدث أن الجيوش تحركت، الدبابات تحركت في اتجاه قصر قرطاج. بطبيعة الحال فوجئنا، لأنه أصبح فيه فراغ. ما مآل هذا الفراغ؟ ما هي ماذا ما هي الأسئلة التي تبادرت إلى ذهنك وأنت وزير داخلية في ذاك اليوم؟ والله كانت بعد الفرار تخوف، يعني تخوف كبير من أنه بعض أطراف ربما دخل البلاد في 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 فوضى وفي يعني انفلات أمني كبير، وربما تؤدي إلى حرب أهلية، وهذا كان تخوفنا. ولكن في نفس اليوم، في نفس اللحظة بعد الهروب، بدأنا نسمع بأنباء حول ظهور قناصة، ظهور سيارات، ظهور إطلاق نار في أماكن مختلفة. ما الذي حصل بالضبط سيد أحمد؟ حصل أنه بعض صارت اضطرابات في عديد الجهات، صارت اضطرابات في العاصمة، في أحوازها، في مناطق، في مدن العاصمة. ما الذي حصل؟ يعني حتى الآن يعني نحن التونسيون ينتظرون التحقيق ولم يقدم لهم أي متهم. ربما لقد أذن أنا بمعية الأخ جنرال عمار، يعني احنا بنفسنا مستغربين، لأنه طلبنا باش يعطونا أكثر ما يمكن من المعطيات حول هذا الوضع. طلبتم من مين يا أخي؟ أنتم الدولة، أنتم وزارة الداخلية والجيش. أذنا، لا أذنا من مصالح الأمنية، يعني كمدير أمن يا أخي. من يفترض أن يقدم لك؟ نعم، من يفترض أن يقدم لوزير الداخلية؟ إدارة الأمن. إدارة الأمن، إدارة العمل الأمن. وقت تجي تعمل بحوث ايش يقولون؟ يقولون هذوما في بعض حالات يهجموا على مراكز أمن، يطلعوا البوليسية الشرطة تطلع فوق المركز البوليس على السطوح، على السطوح، وفي خضمك الهجوم خايفين على أنفسهم، تم بعض الشرطة قامت بإطلاق الرصاص. هذا شيء يقوله يودي كيفاش تطلق الرصاص؟ لازمش تطلق الرصاص، يعني هذه الحالة، هذه الضخامة، تضخيم القناصة، تضخيم الأعمال كله، يعني كانت في تضخيم كبير، تضخيم كبير، حتى أنه تتذكر وربما وسائل الإعلام سيد الوزير ساهمت في نشر هذه حالة البلبلة. والخطر في هذا كله هو في لمحالة في خضم الأحداث هذه، يعني بعض قنوات التلفزة، القنوات التلفزية أظهرت للمواطن التونسي رجل الأمن كأنه عدو المواطن بصفة، يعني هذاك هو الهدف، أو بدون هذا بنية أو عن سونية أو عن حسنية، موضوع ثاني. ولكن وقع تخوف كبير في مستوى رجال الأمن. كما قلت في البداية، ثم ناس اللي قاموا بأعمال مشينة لا يقبلها، يعني غير مقبولة، وإن شاء الله القضاء يقول فيه كلمتها، وإحنا عندنا ثقة كبيرة في رجال القضاء في تونس الحقيقة، سواء من حيث النزاهة ومن حيث المقدرة. ولكن أغلبية الناس اللي تخدم يعني في جهاز الأمن فيها مجموعة كبيرة من الناس اللي هم وطنيين ويحبوا يخدموا المواطن، فأصبح فيه خوف. نعم، فكان فيه نوع من الاستقالة اللي ما رجعت في الأمن، في الجهاز، في أجهزة الأمن، اللي ما رجعت إلا تقريبا يوم 26 27. نعم، علاش؟ لأنه عندهم عديد الطلبات، وأنا استقبلتهم الحقيقة، وقالوا احنا ناس معناتها كرامتنا تمست، وقت نخرج للشارع بوليس كأني عدو، عائلاتنا تبكي. نعم، وانتهت بزيادة وبتحسين أوضاع وبالسماح لهم بنقابة، وهذا يحسب لوزارة الداخلية ويحسب، وهذا اللي رجع الثقة يعني في 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 رجال في وقفتها حتى تعيد الأمر ولحتى يستتب الأمن في تونس لما هي عليه. وطلبت اليوم سيد أحمد فريعة وزير الداخلية التونسية السابق، شكرا لك على هذه الأريحية في هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، حتى نلتقيكم في لقاء آخر، نستودعكم الله وإلى اللقاء. شكرا.